اهلا بكم مرة اخرى بعد هذا الفاصل مشاهدينا الاكارم والاحبة. قبل ان نتحدث بمحور رحلتنا لهذا اليوم من صباح الخير يا عراق، راح نشاهد دقائق من جلسة مناقشة مرض السيلياك. الجلسة تناقش اوضاع وموضوعات شريحة واسعة من المرضى المصابين بمرض حساسية الحنطة، اضافة الى مصاعب اخرى بحاجة الى حلول من وزارة التجارة وايضا وزارة الصحة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية. هذه التفاصيل جميعها مع هادي الجمال فنتابع. من أجل مناقشة أوضاع شريحة واسعة من المرضى المصابين بمرض حساسية الحنطة، وهو مرض مناعي لا علاج له سوى اتباع حمية خاصة خالية من الجلوتين، أقام نادي القراءة والكتابة عراقي بوكش جلسة مناقشة مرض السيلياك. هذا المرض نهائيا ما معروف، يعني وزارة الثقافة مثلا ما مروج عنه، وزارة الصحة ما تعرف عنه أي شيء نهائيا، وزارة التجارة نهائيا ما تعرف عنه شيء. هم عددهم أكثر من 2 مليون يعني مصاب بالسيلياك، أكو بعضهم لا عندهم أضرار بالجلوتين، يعني فقط من الجلوتين. هو بأربع أنواع، بسيلياك اللي هذا جيني، بحساسية الجلوتين هذا ما يقدر ياكل نهائيا وما يشافه، بعدم تحمل هذا لفتره مؤقته ممكن يشافه من عنده، وبي اصلا انعكاسات من جرثومه المعده وغيره. نقدر ننتج طحين عراقي، يعني عندنا خلطات موجوده، وتصير هاي الخلطه ممكن ما ناخذ هسه 7.5 او 10.5 راح يصير كيلو واحد 1500، ممكن ما هسه الصمونه 1500 او 1000 ممكن يصير 2.5. احنا نريد نوصل هيك مرحله، عندنا هيك قدره وعندنا موضوع دار سينا ونعرف له حلول، بس كون دوله اكيد، يعني مو واحد شخصي، صعب. مطالب كثيره طرحت من ضمنها ان توفر وزاره التجاره مواد غذائيه للمرضى، وتجبر الشركات على وضع علامه الجلوتين على المنتجات، وتجهيز خطة لهم للفحوصات من قبل وزارة الصحة لأنها مكلفة في المستشفيات الخاصة، توفير راتب من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية يساعد المرضى على تحمل تكاليف المرض مثل ما معمول به في بقية دول العالم. هذا يجب أن يعترف به على مستوى التعريف، يعني يجب أن يكون اعتراف من وزارة الصحة بأنه هذا أحد الأمراض المزمنة الذي يؤثر على نمو الإنسان، على حالته النفسية، على حالته البدنية، هو أخطر من السكر مثل ما لاحظت في البرزنتيشن اللي قدموه عراقي بوكش مشكورين. لذلك عملية الاعتراف ابتداء من الجهات المختصة وأن يسلط الضوء على مثل هكذا أمراض هي غائبة أصلا من التصنيف في وزارة الصحة، وهذه مشكلة. قامت هكذا جلسات وهكذا ندوات توعوية راح تفيد كلش الأطفال والآباء والأمهات، راح تحفزهم أنه يعرفون شون يتعاملون ويا أطفالهم. نشجع هيك شيء، وكلش هذا الشيء له دور بالأسرة وللمجتمع. تخلل الجلسة نادي قراءة وكتابة للكبار، نادي قراءة وكتابة للصغار، مع معرض كتاب مصغر ومدعوم. لبرنامج صباح الخير يا عراق، هدي الجمال، العراقية، بغداد. نعم مشاهدينا الكرام، ورجعنا لكم من بعد شاهدنا هذا التقرير. اليوم مثل ما شفتوا بالتقرير عندنا محور جدا مهم اللي هو حساسية القمح الوقاية والعلاج، راح نتحدث أكثر بسياق هذا الموضوع مع ضيفنا الدكتور عباس مصطفى أخصائي باطنية. سعدنا صباحك دكتور عباس. صباح النور عليكم، جدا سعيدين بتواجدك ببرنامج صباح الخير. أنا أسعد، وصباح الخير عليكم على كل المشاهدين الأعزاء. حياك الله دكتور عباس. الله يحييك يا عراق. دكتور، اول شيء خلينا نضع تعريف لهذا المرض. يعني طبعا حساسيه الحنطه هي تسميه مغلوطه، هو الحقيقه هو سيلياك ديزيز، مرض سيلياك. نعم. هو يكون هجوم للمناعه، مناعه الانسان ضد البروتين، ضد البروتين الموجود في الحنطه عندما يصل الى الامعاء الدقيقه. نعم. فتحدث يعني ثوره مناعيه ضد هذا الجلوتين، فيؤثر على من يؤثر على الزغابات للامعاء الدقيقه. نعم. فتحدث الاعراض. نعم. منها يعني الاسهال المزمن، الانتفاخ، عسر الهضم، احيانا يعني تجشع او يعني تقيؤ.
وغثيان، واحيانا يعني انتفاخ شديد، وفي بعض الاحيان يعني اسهال او امساك. نعم. طبعا حينما يتناول الانسان الحنطه القمح او الشعير كالصمون او الخبز او الكيك او الكعك الذي يحتوي هذا الجلوتين، نعم، فيهضم يصل الى الامعاء، لا تستطيع الامعاء يعني عمليه امتصاصه بسبب نقص الانزيم الهضم لهذه لهذا البروتين. نعم. فتثور المناعه ضده على انه جسم غريب، فتبدا بمهاجمته ومهاجمه الامعاء الدقيقه الغشاء المخاطي الداخلي اللي يحتوي الزغابات والتي هي مسؤوله عن امتصاص هاي بالامعاء الدقيقه. نعم. في الأمعاء الاسباب الأسباب هي لحد الآن يعني غير معروفة جيدا. نعم. ويقال أنه هو يعني مرض مناعي ذاتي، يعني اللي بسبب نقص إنزيم هضم هذا البروتين اللي هو الجلوتين موجود فيه الحنطة والشعير، فتهجم المناعة ضده. قد يعزو بعض الأسباب أنه أثناء فترة الطفولة يعطى يعني الحنطة أو السيريلاك أو المحتويات التي تحتوي هذا الجلوتين قبل اوان. نعم. قبل جهوزيه الامعاء. نعم. المعدة. نعم. هو المفروض يعني يبدون تبدا الامهات باعطاء المحتويات التي تحتوي حنطه. نعم. المواد التي تحتوي حنطه بعد الشهر السادس. نعم. بعض الاحيان يعني يعطوه قبل الشهر الثالث. نعم. وتعلمون انه طفل وهو صغير جدا يعني هناك بعض النقص في الانزيمات الهاضمه. نعم. فممكن يطور تولد حساسية. تولد هذه الحساسية. وبعض العلماء يعزون إلى أسباب أخرى، قد يكون هناك التهاب يحدث في بداية عمر الطفل. نعم. كمثلا التهاب فيروسي كروتا فيروس الذي يصيب التهاب الأمعاء. والقسم الآخر يعزو إلى أنه هناك يعني التهاب بكتيري يحدث يسمى بتليف كيسي ايضا في. نعم. يعني طيب جسم. نعم. طيب دكتور، هو مرض معدي او مرض وراثي؟ هو بالحقيقه هو يعني مرض غير معدي. نعم. ولكن اذا حدث يعني في هذا المرض في احد افراد العائله لربما يعني يكون الاخوه. نعم. او بقيه افراد العائله لديهم عوامل خطره لحدوث هذا المرض، كونه يعتبر بعض العلماء وراثي. نعم. يعني اذا صار في احد افراد العائله ممكن ان يكون في بقيه افراد العائله. نعم. طبعا اذا حدث يعني هذا المرض اللي هو يعتبر يسمون حساسيه الحنطه او الجلوتين سيليك ديزيز، يعني تحسس ضد ماده البروتين مال الحنطه او الشعير الجلوتين. نعم. تشخيصه صعب، كونه بعض الاطباء يعتبروا يعني التهاب عادي، فيعني يعطون مضادات حيويه لفتره من الزمن والطفل لا يستجيب لهذا العلاج. ويصبح عنده يعني ضعف عام، فقر دم، سوء تغذيه، كونه هاي ماده الجلوتين حينما تهاجمها. نعم. المناعه تهاجمها فيصير بها ضمور للزغابات التي هي مسؤوله عن امتصاص المواد الغذائيه. هو ليس فقط راح يصير عنده ضعف امتصاص ماده الجلوتين البروتين الموجود في الحنطه. نعم. راح تنضرب الزغابات، يعني يصير بها ضمور، فيصبح الطفل لديه سوء امتصاص لكثير من المواد الغذائيه كالحديد، فيصير فقر دم، الكالسيوم وفيتامين دي 3، فيصبح عنده هشاشه في العظام. ترى يكون نسب يعني درجات بالاصابه بهذه الحساسيه؟ نعم، هناك يعني مراحل. نعم. طبعا يقسمون علماء الى تقسيمين. نعم. مراحل مارش. نعم. والمراحل العامه. نعم. المراحل العامه يعني ثلاث مراحل. المرحله الاولى هي وجود الخلايا اللمفاويه الليمفوسايت، يعني من ياخذون مثلا بالتشخيص. نعم. ياخذون عينه خزعه من الامعاء. نعم. يعني بالمرحله الاولى من تفاعل يعني الأجسام المضادة ضد الجلوتين الموجود في الحنطة يلاحظون وجود خلايا لمفاوية في النسيج المعوي. هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية يسمى بالضمور الزغابات الأمعاء الجزئي، والمرحلة الثالثة تسمى ضمور الزغابات الكلي. نعم. طيب. نعم. طيب دكتور، ما هي طرق العلاج والوقاية من هذا المرض؟ طبعا طرق العلاج هي أولاً وأهم شيء هو جلوتين فري دايت، يعني طعام
غذائي من الحنطة والشعير. نعم نظام غذائي خالي من الحنطة والشعير او يسمى جلوتين في الدايت، يعني خالي من بروتين الجلوتين الموجود في الحنطة والشعير. نعم. نظام غذائي صارم. نعم. يعني يجب انه ما يعطون يعني اي ماده غذائيه تحتوي. نعم. هذا الجلوتين كالحنطه. نعم. والشعير الخبز الصمون الكعك البسكويت الكيك كله ممنوع. نعم. كل. نعم. شيء يدخل الحنطة. نعم. نعم يعطى مثلا أرز ذرة يعني خضروات فواكه لحوم شوربات يعني كل الاشياء كل ما عدا اي ماده غذائيه تحتوي بروتين الجلوتين. اكثر المضاعفات والخطوره بهذا المرض طبعا هناك مضاعفات تحدث في هذا المرض، يعني منها اولا سوء الامتصاص يؤدي الى نقص في كثير من عناصر المواد الغذائيه كفقر الدم وهشاشه العظام بسبب قله الكالسيوم والفيتامين دي 3. طبعا تاخر النمو وتاخر البلوغ لدى الاطفال والمراهقين طبعا يصير يعني ضعف عام. ممكن يعني من مضاعفاته انه لا سمح الله يعني يحدث سرطان في المستقبل في الامعاء الدقيقه. نعم هذا الضمور في الزغابات. نعم. التي تمتص المواد الغذائيه يصبح كثير من العناصر يعني تكون غير موجوده في الجسم يعني بي 12 والفوليك اسيد اضافه الى الكالسيوم ودي 3 فيصبح جسم الانسان يعني ضعيف ومناعته ضعيفه. فينصح ب يعني جلوتين فري دايت يعني طعام خالي من البروتين يعني مدى الحياه ويستعاض يعني منه بالمواد الغذائيه الاخرى. نعم. طبعا تشخيص مرض سيلياك ديزيز هو انه اولا يفضل انه فحوصات الاجسام المضاده اللي هي انتي جليادين انتي بودي وانتي ريتيكولين انتي بودي هذا بالمرحله الاولى. نعم. واذا اضطر الطبيب يعني لتشخيص النهائي والحتمي ياخذ خزعه عينه للفحص النسيجي. نعم. فنلاحظ يعني اتروفي يعني ضمور للزغابات المعويه المسؤوله عن امتصاص المواد الغذائيه. نعم. نعم. طبعا ينصح يعني بالاطفال خصوصا. نعم. انه يلاحظون اذا كان هناك يعني اسهال مزمن. نعم. مع يعني انتفاخ ويعني غثيان انه الطفل نلاحظه يعني ضعيف مدى يعني يسمن مدى حالته يعني دائما انه مناعته ضعيفه ويتعرض لامراض كثيره نخلي بالنا انه عنده حساسيه من الحنطه، احنا نسميه حساسيه ولكن هو يعني المرض السيلياك ديزيز الذي هو مرض مناعي. نعم. نعم. فنوصي الام يعني او نعم. نوصي العائله انه يبدون بقطع المواد التي تحتوي. نعم. الحنطه والشعير. نعم. نعم شكرا لك دكتور عباس مصطفى اخصائي الباطنيه، شرفتنا. يا هلا مرحبا. انا استشرفت دكتور، فرصه سعيده. شكرا بحنا. شكرا لك دكتور، ان شاء الله تكون لنا لقاءات في الايام المقبله. شكرا لك دكتور.